طيب دلوقتي في ناس زي ما الدكتور يا دكتور حسام دكتور مصطفى نصح لازم ان احنا نمشي وما نعتمدش على المواصلات وبتاع للناس اللي هم ما عندهمش طرف حاجات كتير في الحياة حتى الطبيعية. يعني نيجي بقى لناس تانية بيلبسوا كعب عالي، وما تقولش الكعب العالي بيعمل مشكلة للظهر، انتوا تحلوا لنا المشكلة واحنا نلبس كعب عالي. ايه اللي بيسبب آلام الظهر، وخاصة كمان انها بقت عند الأطفال مش بس الستات اللي بيلبسوا كعب عالي، فايه مشاكل ألم الظهر تحديدا بيجي منين؟ طبعا ده سؤال كبير قوي. يعني ببساطة كده لازم نعرف أولا إن وجع الظهر بيصيب الناس ما بين 60-70% من البشرية. 60-70 ده من رقم البشر. مذهل. من البشر، يعني في مرحلة ما من حياة البني آدم عنده تشانس 60-70% إنه يحصل له وجع في الظهر. طب يعني الكعب العالي بريء أهو، ما هو الرجالة والأطفال بيصابوا برضه بآلام الظهر. الكعب العالي ما هوش سبب صغير قوي لوجع الظهر على فكره، يعني الحمد لله. يعني الكعب العالي ما هوش المشكله الاساسيه اللي سبب وجع الظهر خالص. هو باختصار استكمالا لكلام الدكتور مصطفى، ان احنا حياتنا وربنا خالق جسمنا عشان نعيش حياه تانية خالص غير حياه الرفاهيه اللي كلها قاعده اللي ما فيهاش حركه اللي فيها وسائل. يعني حتى التلفزيون كنا زمان نقوم بس نوطي ونعلي الصوت، دلوقتي ريموت والى اخره. فربنا كان خالق جسمنا عشان نعمل اكتيفيتي اكتر من كده وانشطه اكتر من كده بكتير، وده يؤدي الى ان تبقى العضلات اقوى، عضلات الظهر وعضلات البطن اللي هي العضلات اللي بتتحكم في الجذع. فاللي بيحصل ان احنا نتيجه ان احنا عضلاتنا ضعيفه وعاده ما عندناش لياقه بدنيه كافيه، فاللي بيحصل ان ده بيحط احمال على الظهر كبيره وبتسبب وجع في الظهر. وجع الظهر النون سبيسيفيك اللي هو الوجع الظهر اللي موجود عند عامه الناس، مش بسبب ظروف ولا مشاكل في الفقرات، اكتر منه ضعف في العضلات وطالب من جسمي مجهود اكتر بكتير من قدرته. يعني احنا واحنا قاعدين دلوقتي، احنا ما شاء الله الستة قاعدين، واحنا قاعدين كده شكلنا مرتاحين قدام الناس في الكاميرات، لكن احنا مش مرتاحين، عضلاتنا لا وقاعدين غلط. لا غير كده، انا قصدي اقول ان احنا واحنا قاعدين كده عضلات ظهرنا شغاله. يعني احنا ما حدش هيتخيل ان احنا واحنا قاعدين عضلات الظهر شغاله. عضلات الظهر شغاله طول ما احنا في وضع راسي، لان العضلات بتاعتنا بتاع ظهرنا عضلات ضد الجاذبيه الارضيه، هي اللي خلت الكائن الحي ده اللي اسمه بني ادم بقى واقف على رجليه الاثنين. وجع الظهر يا دكتور ساعات كتيره جدا الناس اللي ما عندهمش حاجات اساسيه، اللي لسه هنخش في المشاكل الاساسيه، بيستسهلوا بالمسكنات او بباسط العضلات اللي هو جنب في الدرج بتاعي. يعني طول الوقت احنا بنستسهل. هل تنصح بطريقتي الغلط اللي انا بعملها ولا طريقتي صح؟ طبعا انت عارفه انا ما بحبش اختلف معاك خالص. لا ابدا، كلكم حبايب. بس في نفس الوقت عشان كل مصايب الدنيا فاوعى تقلق يعني. لكن انا في الحقيقه طبعا هختلف معاك في النقطه دي، رغم اني موافقك في حاجات تانية كتير. لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نعتمد على ادويه من نفسنا من غير وصفة طبية، خاصة الأدوية دي مش بس ممكن تخلي الموضوع يكبر من غير تقييم مظبوط. الحاجة التانية، الأدوية دي ليها أعراض جانبية، وليها أعراض جانبية مش قليلة. المسكنات وأدوية مضادة للالتهابات أدوية ممكن تسبب مشاكل ومشاكل خطيرة. زي يعني بسط العضلات ما هو بيريح، زي ايه؟ بسط العضلات اولا بيشتغل يا اما سنترال على ميكانيزمات فوق في المخ، او بيشتغل على العضلات. الاعراض الجانبيه للادويه دي من ضمنها تاثيرات ساعات على عضله القلب، ساعات بتاثر على حركه الجهاز الهضمي، ليها اعراض جانبيه تانية زي حساسيه من الادويه دي، زي ان يبقى في كتير قوي من الادويه البسيطه للعضلات دي خالط معاها ادويه مضاده للالتهابات، تاثر على الجهاز الهضمي، تعمل نزيف من الجهاز الهضمي، تعمل تاثير على سيوله الدم، بتعمل دوخه والواحد بيلاقي نفسه وقع في الارض. ما هو ده جزء من السيديشن سهير، اللي فكره ان الادويه دي بتشتغل ميكانيزم، بتشتغل على المخ، فجزء من الاعراض الجانبيه بتاعتها انها بتعمل تهدئه.